اليوم سنرسم رسماً ثلاثي الأبعاد. هذا رائع. سنحتاج إلى ورق، قلم رصاص، وقلمي تلوين. ضعوا يدكم بحرص على الورقة، حددوها ببطء بالقلم الرصاص. احرصوا على التحديد بدقة، لكن لا تضغطوا بقوة على القلم. ارسموا كل انحناءات اليد، فمثلاً إصبع الصغير ملتوي قليلاً. وبعدها خذوا قلم تلوين وابدأوا برسم خطوط أفقية على الورقة. عندما تصلون إلى حدود اليد، اجعلوا الخط ينحني قليلاً كأنه جسر على نهر. وبعد أن تصلوا لنهاية اليد، ارسموا خطاً مستقيماً. أكملوا الرسم حتى تنتهي الورقة، وكلما مررتم على جزء من اليد، لا تنسوا الخط المنحني. قد تلاحظون أن الخطوط الأفقية أصبحت غير متساوية، لكن لا بأس. كلما نرسم، سنلاحظ وكأن اليد ستخرج من الورقة. هذا ما نسميه الخداع البصري. ولكي تزيدوا الخداع، يمكنكم إضافة الخطوط. يمكنكم استخدام مسطرة لتجعلوا الخطوط المستقيمة مستقيمة تماماً، لكنني أجد رسمها يدوياً أمراً ممتعاً. يمكنكم استخدام أي لون، أنا اخترت البنفسجي والأحمر. أظنها خدعة لطيفة للأصدقاء. لما لا نجرب أشياء أخرى وألوانا أخرى؟ لتحسين التأثير، استخدموا القلم الرصاص على أحد جانبي الرسم وأضيفوا الظلال. هذا سيضيف الإحساس ثلاثي الأبعاد. ما رأيكم في رسمي؟ أظنني نجحت في هذا. جربوا أشكالاً وأشياء مختلفة لتروا أيها الأفضل. عودوا وأخبرونا. وهكذا ترسمون بالأبعاد الثلاثية. شكراً لمشاهدتكم. أتمنى أن تكونوا استمتعتم. عودوا للمزيد من التحديات العلمية. اليوم سنصنع البيضة النطاطة. لا أظنكم فكرتم في جعل البيضة تنط، لكن الأمر بسيط. سنحتاج إلى بيضة نيئة وخل أبيض ووعاء. نضع البيضة في الوعاء ونضع عليها الخل الأبيض. تأكدوا من أن الخل يغطي البيضة تماماً. والآن سنتركها ل24 ساعة. لكن خلال هذا، لما لا ننظر على البيضة في الوعاء؟ ستجدون الفقاعات تتكون على سطح البيضة وتطفو إلى السطح. هذا لأن الخل يحتوي على مركب يذيب أحد مكونات قشرة البيضة. ومع الوقت، سترون أجزاء من القشرة تطفو على السطح. بعد 24 ساعة، أخرجوا البيضة من الخل، وبحرص نظفوها من أي بقايا لازالت عالقة من القشرة. ومن الأفضل أن تذوب القشرة بالكامل، وما يتبقى هو بيضة طرية ونطاطة. لو سقطت من ارتفاع بسيط لبضع سنتيمترات، ستجدونها تقفز وتتدحرج وكأنها كرة. هذا لأن حتى مع غياب القشرة، الغشاء الداخلي للقشرة لا زال يمسك بمحتويات البيضة. ستجدون أنها قوية بعض الشيء. يمكنكم ضغطها وقذفها ودحرجتها، ويمكنكم رؤية الصفار يطفو في الداخل. ولإثبات أنها ليست خدعة، لو سقطت من ارتفاع كبير ستنفجر.
ستجدون أن القشرة رقيقة جداً، لكنها مطاطة وقوية. رائعة، صح؟ وهكذا تحصلون على البيضة النطاطة. تنظيف العملات بالليمون. لهذه التجربة سنحتاج إلى طبق وليمون وعملات نحاسية وسكين حادة. تأكدوا من وجود أحد البالغين للمساعدة. ضعوا الطبق على سطح مستوي، ثم ضعوا الليمونة. خذوا بعض العملات وتفقدوا حجمها، ثم اصنعوا شقوقاً في جانب الليمونة بالسكين تناسب أحجام العملات. اصنعوا 5 أو 6 شقوق لكي تجربوا عملات مختلفة، وبعد أن تنتهوا ضعوا العملات في الداخل ونصف العملة يبقى في الخارج. من المهم أن تكون العملات نحاسية. لقد استخدمت عدة عملات. سوف يساعد إن كانت العملات قديمة ومتسخة. بعدها اتركوها 15 أو 20 دقيقة أو أطول لو أردتم. ثم عودوا وأخرجوا العملات من الليمونة. ستلاحظون أن الجزء بداخل الليمونة قد تغير لونه ويبدو نظيفاً. هذا لأن الليمونة حمضية جداً، وهذا يزيل المركبات العالقة بالعملة. إنها طريقة سهلة لتغيير لون العملات. لما لا تجربون هذا على عملات مختلفة وتختبرون النتيجة؟ ضعوها في صف لتعرفوا أيها تغير بشكل أكبر، وهكذا. هذا هو تنظيف العملات بالليمون. اليوم سأريكم كيف تصنعون شمعة بالبرتقال. لن تحتاجوا إلى فتيلة وشمع لصنعها. في هذه التجربة ستحتاجون إلى كبريت وبرتقالة وسكين وبعضاً من زيت الزيتون. بالسكين قوموا بتقطيع البرتقالة عميقاً بجوار القشرة ليس أكثر. احرصوا على إزالتها تماماً، ثم بإبهامكم أكملوا إزالة البرتقالة تحت القشرة مباشرة. كونوا حريصين، نريد إزالتها لكننا نريد المحافظة على الساق في المركز متعلقة بالقشرة. سنستفيد منها لاحقا، لذا بحرص قوموا بفصل نصفي البرتقالة. وأزيلوا البرتقالة من القشرة، أديروها وسترون الساق، ما زالت متصلة بالقشرة، وهكذا بسهولة. سيكون لديكم ما يشبه الفطر المقلوب. املأوه بزيت الزيتون. تأكدوا أن الزيت يغطي ساق البرتقالة. وبالكبريت، قوموا بإشعال الساق. ربما ستأخذ وقتاً، كونوا صبورين. وفي النهاية ستشتعل الساق لأنها ستعمل كشمع طبيعي بواسطة تبخر الشمع. وهنا تبخر زيت الزيتون. استخدموا النصف الآخر لحمايتها لتبقى مشتعلة فترة أطول. إذن هكذا تصنع شمعة البرتقال. يمكنكم ابتكار شمعتكم الخاصة